الخير جميعا. يا صباح النور اخوي. في نقطة انا حاب اوضحها اللي هي دائما سبحان الله الله يختبر الناس في الشيء اللي يحبونه دائما. فدائما الانسان يمر عليه شيء داخلي في نفسه ولا يحب يبينه للناس، دائما يمر على الواحد ضغوطات داخلية فما يوضحها للناس. فدائما هذا الأشخاص اللي يمر عليهم شيء أو يحسون بتعب أو يحسون أنه اختبروا في هالنقطة، فأنا كان أنصح نصيحة أنه الواحد يستغفر. كثرة الاستغفار في هالنقطة تزيل كل ما في الصدر. والله نقطة الاستغفار ترى مهمة يعني. والحوقلة أنا قلتها أول أنه الحوقلة هذه شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه شيء أساسي. ولكن الاستغفار يعني لما تستغفر سبحان الله يعني مع الحوقلة تحس براحة الإنسان، تحس بشيء يعني سبحان الله كأنه انشال منك شيء. فلأني أنا أمانة واجهت ناس كثير ودائما سبحان الله شيء الداخلي عندهم مرة الله تعالى في كتاب يقول وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سلام ما لكم لا تجون لا يوقار. أي والله. فهالنقطة دائما ركز على استغفار والله بيزيد كل شيء بإذن الله. نقطة جميلة جدا يا أبو علي. الله يكتب أجرك يا حبيبي. الله يرضى عليك. أي والله. شكرا على التذكير يا أبو علي. يا حبيبي الله يرضى عليك. إحنا وقفنا أمس إلى آل عمران. بداية آل عمران. نعم نقرأ. نبدأ 50. ها؟ فكرة في بالي.